السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم مش عادي، أكيد مش عيد ميلادي. النهاردة هغير اللوك بتاع حمودي. أنا حاسس إن في تعابين ماشية جوه. طب إحنا يا جماعة النهاردة إن شاء الله هنحلق له، نغير له القصة، نعمل له ستايل جديد لأحسن. بصراحة الواحد زي من شعره وهو داخل على المدارس والكلام ده كله، لازم يحلق شعره. هنعمل واحدة واحدة كده مع بعضنا كده قصة جديدة، وإن شاء الله يا رب القصة تعجبكم. يلا يا حمودي، يلا يلا بينا. اول حاجه نجيب الكرسي بتاعنا. طبعا هو هيغرق في الكرسي، لازم نحط له خدوديه. نجيب له خدوديه تاني. نروح نغسل له شعره بقى ونيجي نقعد حضرته. يلا نبدا بقى نغسل له شعره. طبعا محروش ومحروم من المصيف. يلا نحس ان في تعابين هتطلع عليها دلوقتي. ربنا يستر. قد ايه ده؟ بص 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 شعره جميل جميل. امسح طيب. ولا في تعابين ولا في اي حاجه. ايش امسح وشي. يلا ننشف شعره كويس. بصراحه انا صعبان عليا اخلاقه. يلا صعبان عليا. مربيه بقى له قد ايه؟ حته منديل. انا قررت احلله في البيت. منديل قطع. طب ليه ما حطيتش المنديل؟ حط بس كده. ايوه كده كده ربطنا الفوطه يا جماعه. انا بصراحه مش عارف ابدا من ايه ولا منين، بس هنبدا وامرنا على الله. يلا بينا. بسم الله. ان شاء الله تتفاجئوا بالقصه. انا حاسه ان في حاجه بتتقص. طب صوت حمودي؟ خلاص بقى، ولا في لون ولا اي حاجه، كله هدوء. لون الشعر ده اصلا نفسي من زمان يروح. حاسس ان في تعبان هيطلع عليا دلوقتي. شعر نضيف بس حمى كل يوم. زينا بصراحه يا جماعه، عايزين نغيروا الستايل بتاعه. شعره خلاص تعبنا نفسيا. ياخد شامبو كتير وحمام كريم كتير. وكريم كتير. بصراحه مخسور علينا يعني. هجيب علبة الشامبو 3 ايام وما لقاهاش. مبسوط يا حمودي؟ انت مبسوط طبعا عشان تصحى من النوم تلاقي شعرك ايه؟ متنعكش. حاجة كده خفت على دماغك شوية. مش متنعكش أصلا. مش عارف بقول كفاية كده ولا ايه؟ كفاية كفاية. لا بص في الشاشة. عايز الودان يا أحمد؟ ولا أشيلها؟ لا أشيلها. لا نعمل له بقى تدريجة صغيرة يا جماعة هنا كده. تظبط اللقطة شوية. نبدأ بقى نحدد بالموس كده التحديدة الجميلة. لا لا متحركش يا أحمد. متحركش عشان متعورش. وكراو. بالظبط. فاطيا كل ده بقى كان بيداري ايه؟ في المصيف. افاق ابيض كان الشعر مداري. كده
ده يا جماعه احنا بنفنش القصه ماشي يا حمودي. طبعا انت مش شايف اي حاجه، خليها بقى مفاجاه. امين ومسوك وانت ايه رايكم في القصة؟ مين اللي بيقول كده؟ ها؟ اسمها ايه؟ وكده يا جماعه احنا بنفنش القصة. واكتبوا لنا في الكومنتات كم شعري احلى ولا شعري زمان؟ تكتبوا لنا في الكومنتات اهم حاجة ماشي؟ بس انا بصراحة شايف كده احسن. شعره كان كل يوم يصحى من النوم مصيبة، طبعا داخلين على المدارس كل يوم عايز يتغسل، كل يوم لا كده شوية مية بليس وفركش، اوكي؟ يلا.